أهلا بكم في لايف مشاهدينا الكرام، حلقة جديدة، محاور جديدة نناقش اليوم. ارتفاع حدة المواجهات المسلحة بين الجيش الوطني والتشكيلات المسلحة، هذا في الملف الأول طبعا. أما في الملف الثاني مشاهدينا الكرام، اجتماع في تونس نهاية سبتمبر بين إدارتي المقاصة في المصرف المركزي طرابلس ونظيره في البيضاء. موضوعاني في لايف لحلقة اليوم مشاهدينا الكرام، أهلا بكم. أنا إذن تحتدم المواجهات المسلحة بين الوحدات العسكرية التابعة للجيش مع المساندة لها طبعا في كفة، والتشكيلات التابعة لحكومة الوفاق في الكفة الأخرى. فاليوم اشتعل محور بير علاج الذي تمكنت وحدات الجيش من التقدم فيه، ومحور العزيزية سيدي فرحات والعزيزية الشرفة السعدية تحت نيران سلاح الجو الذي نفذ بحسب شعبة الإعلام الحربي غارات جوية على تجمع للآليات العسكرية عقبه تقدم على الأرض. نسأل مشاهدينا الكرام في هذا الجزء الأول عن العمليات والأمور العسكرية، إلى أين تسير ولماذا احتدمت المواجهات، تزامنا مع أخبار عن مؤتمر سيعقد في برلين في أكتوبر، وهل نتوقع حسما ربما قبل موعد المؤتمر، أم أن هذه الاشتباكات العنيفة هي رسالة واضحة أن الحوار الحقيقي هو في المحاور وليس في القاعات المكيفة. كل هذه الأسئلة سوف نطرحها على ضيوفنا الكرام في هذا الجزء الأول، لكن بعد التقرير. بعد يوم تركزت فيه الاشتباكات في عمق العاصمة طرابلس من جهة معسكر اليرموك بخلة الفرجان، اشتعلت محاور محيط منطقة العزيزية منذ صباح اليوم مع ضربات جوية نفذتها طائرات سلاح الجو استهدفت تجمعا لآليات عسكرية. مصادر خاصة لـ 218 نيوز من عين المكان أفادت بأن وحدات من الجيش تمكنت من التقدم باتجاه العزيزية وسيطرة على منطقة بير علاج، الحد الفاصل بين العزيزية والسباعة باتجاه الشرق، بينما ما تزال الاشتباكات مستمرة في منطقة سيدي موسى وسيدي فرحات التي تعتبر المنطقة الفاصلة بين العزيزية وسوق السبت باتجاه الشمال الشرقي. مصادر 218 تحدثت أيضا عن اشتباكات عنيفة في منطقة الشرفة الواقعة بين فندق الشريف ومنطقة السعدية، مع تقدم تحرزه الوحدات العسكرية في عمق الحدود الإدارية لمنطقة السعدية على حساب الوجود الأجنبي في المنطقة الذي تمت الاستعانة به من مجموعات الوفاق. ثلاثة محاور مشتعلة جنوب طرابلس: محور بير علاج الذي تمكنت وحدات الجيش من التقدم فيه، ومحور العزيزية سيدي فرحات، والعزيزية الشرفة السعدية، محاور تأكلها النيران وتزمجر فيها المدافع العسكرية ويسمع في صداها أزيز الطائرات التي تنفذ غاراتها على مواقع محددة. اشتباكات عنيفة بالأمس كانت من جهة عين زارة وخلة الفرجان والكزيرمة والخلطات، واليوم من جهة العزيزية بير علاج والسعدية وسيدي فرحات. عنف واستماتة من الطرفين تعكس قطعا الرغبة في الحسم العسكري وإنهاء الأمور بشكلها الأكثر قسوة. أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إذن اشتباكات عنيفة منذ صباح الأمس، اشتباكات بدأت في محاور الرملة والطويشة بجانب مطار طرابلس الدولي، مع ساعات الظهيرة أيضا فتحت محاور أخرى في الكازيرما من جهة مطار طرابلس وكوبري الفروسية، وأيضا شارع الخلاطات، وأيضا من جهة معسكر اليرموك الذي شهد اشتباكات وصفت بأنها عنيفة جدا بين وحدات من الجيش والقوى المساندة من جهة، وأيضا التشكيلات المسلحة المختلفة التي أصبحت مؤخرا تتبع لي حكومة الوفاق وصار المجلس الرئاسي يعترف بها اليوم. هنالك اشتباكات عنيفة ولكن ليس في محيط طرابلس، إنما في محيط منطقة العزيزية جنوب
العاصمة طرابلس. هذه التطورات الميدانية سوف نناقشها بالتفصيل مع ضيفنا الكريم السيد رضوان الفتولي المهتم بالشأن العام معنا بالصوت والصورة من العاصمة اللبنانية بيروت، على أن تلتحق بنا بعد دقائق من الآن الدكتورة صالح شتاوي وهي من الدبلوماسية الليبية في باريس عبر الهاتف. سيد رضوان مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة. تطورات ميدانية تشهدها العاصمة طرابلس ومحيط منطقة العزيزية أيضا بين الأمس واليوم، كيف يمكن قراءة هذه المشاهد؟ مرحبا مرحبا طه بمشاهدينك الكرام. يعني أولا تطورات ارتفعت وتيرتها في خلال الأسبوع الأخير وبالأخص في اليومين الماضيين بشكل ينبئ ويبشر بالاكتساح البري وبالتقدم البري. جيشنا على ما أعتقد قرابة 10 كيلو عن قلب العاصمة، لكن دعني أقول لك أولا ولنتفق سطاع، لا أدري إذا كان الصوت واضح أم لا في الاستماع وبشكل ممتاز. سيد رضوان تفضل. نعم أولا دعني أتفق مع حضرتك أن امتثالا لأوامر القيادة العامة نحن كإعلاميين لا نريد الخوض بتفاصيل التفاصيل لهذه المحاور لعدة أسباب أمنية، لعدة أسباب تراها القيادة، لكن بشكل عام هناك طيلة على مدار الساعة قصف جوي مكثف جدا جدا. رأينا في الفرنج كيف دخلت قوات الجيش ثم سحبت، ثم يعني كالعادة الفأر يحب الجبن، يعني تقدموا هؤلاء ومن ثم تعاملت معهم قواتنا الجوية بمنتهى الحرفية. أعتقد أن أجويلي الآن يحتاج إلى مترجمين فوريين لكي يفعل لغة الحوار بينه وبين مرتزقة أوزو الذين منحهم بشاغة الجنسية الليبية. أيضا يعني صلاح قمشو يعني واضح أن ظهوره الغبي على التلفزة بالأمس سواء كان قديم أم جديد ورط ما يعرف بالرئاسي أكثر وأكثر أمام العالم. ليست في ثلاث محاور فقط طه، عندك يعني سبيعة، صلاح الدين، ازدادة، العزيزية، يعني كل هذه المحاور، الفرنيج، يعني كل هذه المحاور مشتعلة في آن واحد. هذا يوحي ويبشر بالاجتياح البري الكاسح الآن في هذه اللحظات السفاهة، انهيار كامل للميليشيات. وهناك منادى يعني من مصراتة أمس، هناك أخبار تتداول بوصول حوالي 36 جثة لمصراتة، للأسف يا أخي والله للأسف، يعني شباب صغار يقدموا أرواحهم في سبيل الصلابي وبشاغة والمفتي المعزول يبقوا في السلطة. يعني لا أدري كيف يفكرون، أو لا أدري هذه الميليشيات المتحكمة في مصراتة ماذا تريد بعد من أهالي مصراتة. واضح أن الحسم أقرب بكثير جدا مما نتصور، كل ربع ساعة في خبر. طيب، هو تحدثت عن نقطة مهمة جدا وأشرنا نحن لها في تقريرنا بعد الاجتماع التحريري في الصباح للزملاء الكرام، أشاروا إلى نقطة ظهور صلاح بادي من جديد وهو الرجل المعاقب دوليا. سيد رضوان الفتولي، ظهوره من جديد في مقطع فيديو في معسكر اليرموك بالعاصمة طرابلس هو في ظاهره يعطي دفعة معنوية للتشكيلات المسلحة، لكن هنالك تبعات قد تترتب على ظهور صلاح بادي في مقطع الفيديو، صحيح؟ نعم وهنا تبرز يا طه قدرة وسيطرة الجيش الإلكتروني التابع للجيش التابع للقيادة على الإعلام بالكامل حقيقة. لماذا؟ لأن سرب أنه قتل أو أسر، فلذلك لكي نوعا ما يرفع من أتباع هؤلاء الصعاليق الذين معه، وعذرا على التعبير، واضح أنه استعان بفيديو قديم أو جديد
هذه مش مشكلتنا، لكن ان ظهر على الاعلام مباشره اذا يتورط ويزداد تورطا ويزداد غباء. واضح انه لا يوجد ترابط بين امراء هذه العصابات، لا يوجد تخطيط، لا توجد نظره مستقبليه او غرفه عمليات رئيسيه لهم، عباره عن شراذم يعني مستميتون في سبيل المال وفي سبيل اعلاء لواء تركيا. طيب. تركيا. طيب نسمع من الدكتوره صالحه شتاوي الان الدبلوماسيه الليبيه من باريس. دكتوره مرحبا بك، شكرا لتلبيه الدعوه، نسمع وجهه نظرك فيما يتعلق بهذه التطورات الميدانيه، خصوصا انها تاتي بعد تقريبا 5.5 أشهر من انطلاق العمليات العسكريه، هنالك من صار يتحدث عن اطاله امد الحرب، هنالك من اصبح يشعر بالملل. اولا مرحبا بك سيد طه، ومرحبا بضيفك الكريم وبكل المشاهدين الكرام. لا نستطيع ان نتحدث عن اطاله ازمه الحرب، لانها الحرب ليست لها تاريخ يعني محدد. نحن يعني نحارب في تنظيمات متعددة، يعني تنظيمات إرهابية متطرفة منها داعش والقاعدة وأنصار الشريعة يعني الموجودة بين صفوف الميليشيات والمتكونة يعني من جميع عناصرها، كانت من مشاركة من جميع للأسف من جميع الدول، كان على المستوى العربي أو الأفريقي. نلاحظ هناك يعني توانسة وفي من مصر وفي من الجزائر وفي مرتزقة أفارقة. فهذه الحرب يعني ليست يعني لعبة، حرب يعني اسمها فيها. نحن نتمنى أن ينتصر الجيش وتنتهي الحرب، لكن استعانت حكومة الوفاق بقيادة السيد السراج بكل هؤلاء يعني المتطرفين في صفوفهم. لا نستطيع زي ما قلت لك يعني الحديث عن إطالة الأزمة، نتمنى أن تنتهي، ولكن هذه حرب ليست لها توقيت يعني معين لانتهاء. يعني لو نرجع للخلف قليلا نشوف في بنغازي يعني قعدت 4 سنوات هذوما تنظيمات مدعومة من دول يعني خارجية، وتم يعني دعمهم بالمال وبالسلاح لعدم استقرار ليبيا. فنتمنى يعني ان لا تطول في طرابلس، ونطمئن اهل العاصمه وليبيا جميعا ان شاء الله يعني سينتصر الجيش قبل حسين او ادنى يعني قريبا باذن الله سينتصر الجيش وستستقر ليبيا يعني باذن الله. سيد رضوان الفتوري، هذه الاشتباكات المحتدمه هنالك من ربطها بين الامس واليوم، هنالك من ربطها بمؤتمر برلين، وهنالك رأيين، فيه من يقول أنه النوايا واضحة للحسم وأن هذا المؤتمر هو كالعدم، وهنالك رأي آخر يقول لا، لابد من أنه أي طرف على الآخر أنه يحرز تقدم حتى يذهب إلى مؤتمر برلين ويكون موقف التفاوض أكبر، نسمع رأيك. نعم صحيح تماما. أولا يعني بالنسبة لهذه المؤتمرات المتكررة التي عايشناها لسنوات وسنوات ولم تأتي بجديد إطلاقا، لماذا؟ لأن المدعو السراج لا يملك من أمره شيئا، إضافة إلى أنه متورط تماما. لكن أعتقد أن هذه العمليات المتسارعة هي ختاما للمراحل السابقة التي أنجزها الجيش بنجاح باهر، وأهمها هو الاستنزاف. استنزفوا يا طه يعني انهيار كامل بالآليات بالذخيرة بالعتاد. الآن يستغيثون عبر اللاسلكي، يبوا ذخيرة، يبوا امداد، يبوا مرتبات، يبوا فلوس. انهيار كامل. لماذا؟ لأن كل واحد كل محور شاقي بالمدينة اللي وراء، يعني وبالأخص هنا ميليشيات مصراتة كل همهم هو مصراتة وليس طرابلس إطلاقا. واضح أن الجيش حسم أمره، وأيضا الذي ينتظر من هذه المؤتمرات شيء جديد على أرض الواقع انتظاره قد يطول ويطول. لماذا؟ لأن هذه الميليشيات
لا تقتنع بالرأي الآخر. هي تريد دولة مدنية على مقاسها، على مقاس القمشو وعلى مقاس الزي الأفغاني. واضح يعني الأمور صارت واضحة للعيان، ليس للمجتمع الليبي فقط لكن للمجتمع الدولي برمته. واضح أن إذا كان واضح، لماذا يصر المجتمع الدولي على عقد المؤتمر تلو المؤتمر من أجل أن يعني يكون في ليبيا حل سياسي وإرغام أيضا الأطراف التي تتقاتل بأن تنهي الحل العسكري؟ يعني في تصوري أنها قد تكون خطوات يعني عملية لسحب الثقة من هذه الحكومة البائسة. المجتمع الدولي يدرك تماما أن الحل أمني، الحل بيد الجيش، بدليل يعني اجتماع مجلس الأمن 3-7 مرات متتوالية ولم يصدر أي بيان ضد الجيش. واضح إصرار بريطانيا وأيضا ألمانيا في دعم هذه الميليشيات، ومن خلفهم طبعا الكومبارس تركيا وقطر. المجتمع الدولي يدرك تماما أن الحل بيد الجيش، لذلك هناك مباركة وهناك ضوء أخضر على كل تقدمات الجيش، لأنه أولا جيش بكل ما تعني الكلمة، ثانيا أنه يحافظ على قواعد الاشتباك، لم يمس المدنيين ولم يمس ممتلكات الدولة. طيب نعود من جديد للدكتورة صالحة. دكتورة، في ردات الفعل أمس بعد الاشتباك العنيف كان هنالك بيان للمجلس الأعلى للدولة قال فيه إنه الجيش الوطني يستعين بمرتزقة، وأيضا طالب فيه المجلس الرئاسي بأن يكون صاحب موقف أكثر قوة وأن يعرض هذه التجاوزات خلال رحلته إلى نيويورك للمشاركة في أعمال جمعية الأمم المتحدة للدورة 74. كيف قرأت هذا البيان؟ أولا البيان مهزوز وركيك جدا، ويوجد فيه العديد من التناقضات، منها يثني على جهود الميليشيات، ومنها يستنجد بالاجتماعات الخارجية القادمة، ويطالب بالسراج أن يتبنى هذا الموضوع بشكل أقوى. هذا يدل على ضعفهم وانهزامهم أمام قوات الجيش. وهناك يعني العديد من النقاط يعني ركيكة جدا، بس يعني هو الغرض منه رفع الروح المعنوية لدى الميليشيات، بس هو كان يوم قاسي جدا وصعب عليهم يعني أمس، يعني وأول أمس يعني كانت ضربات موجعة بالنسبة للميليشيات، وقتل العدد يعني عدد كثير من قادتهم يعني، فهم يشعرون بالخسارة يعني بالخسارة والانهزام، لكن مش عارفين كيف يعبروا يعني على هذا الانهزام. لكن نقول لك المشري والمجلس الأعلى للدولة الذي يضم يعني حزب الإخوان المسلمين في جلهم، لم يجد يعني الإخوان المسلمين سوى المرتزقة والإرهابيين لإسناد ميليشياتهم المؤدلجة، يعني حيث اعتمدوا على فلول مجالس شورى بنغازي وأجدابية ودرنة والقارين، هذوما يعني كلهم نعرفهم نحن، هذوما ناس فرت من مدنها بعد مقام الجيش الحرب عليهم لمكافحة الإرهاب، وبقايا طبعا التنظيمات الأخرى كأنصار الشريعة والقاعدة، الفارين من صبراتة وسرت ومناطق الجنوب التي كانت تشكل يعني فيها خلايا نائمة الآن في العاصمة، إضافة إلى المرتزقة الشادية وما تبقى من مسلحين تابعين لحرس المنشآت النفطية بقيادة اللص النفطي المعروف يعني إبراهيم الجدران، وكذلك عدد من الإرهابيين في جبهة النصرة التي تم نقلهم من إدلب السورية عن طريق تركيا. طيب هو حاليا طبعا نرى ان الدعم الاكبر للسراج والميليشيات الارهابيه المتطرفه هو تركيا، يعني تركيا متورطه بشكل مباشر في الحرب الى جانب الميليشيات، وهذا ما يشكل تحديا ليس فقط في إرادة الليبيين ولكن رغبة المجتمع الدولي، لا ننساها وضعت في أولوياتها وفي كل اجتماعاتها هي تفكيك المجموعات الإرهابية كمقدمة لأي حل سياسي في ليبيا. نرجع قليلا لماذا كل هذه المؤتمرات كما تفضل يعني ضيفك الكريم هي لا تغني ولا لا تسمن يعني من جوع، ولكن هناك من يتمنى أن يكون من أهداف هذا المؤتمر القادم
هو إيقاف لإطلاق النار، لأن تركيا خسرت الحرب أمام قوات الجيش الليبي بفقدان الكثير من ضباطها في القاعدة الجوية في مصراتة أو في قاعدة معتيقة بطرابلس. ثم يتمنوا وقف إطلاق النار الآن وللسماح يعني بالاجتماع ووضع النقاط على أساس حل سياسي. طيب. ولكن لو نرجع قليلا لكل الحوارات السابقة وبين قوسين الفاشلة، كانت كلها يعني تقول بأن أول شيء تفكيك الميليشيات أو نزع السلاح منها، والسيد السراج لم يحترم كل هذه الشروط. فالحل اليوم في ليبيا ونقولها يعني بكل صراحة لا بد من الحسم العسكري. طيب. ثم نتطرق هو دكتورة عفوا عذرا على المقاطعة بس بالعودة للبيان، يعني في جملة استوقفتني شخصيا، هو يعني المجلس يدعو صراحة رئيس المجلس الرئاسي إلى اتخاذ موقف قوي ورادع يتناسب مع حجم التضحيات ومستوى البطولات، يعني هنا وكأنه في عتاب، وكأنها لغة عتاب من الأعلى للدولة ضد الرئاسي، وكأنه يشعره بالتقصير، وكأنه يذنبه بأن ما تقوم به من خطوات يا فايز السراج لا تتناسب مع هذه البطولات على الأرض، خصوصا دكتورة أنه هذا البيان هو يأتي بعد 48 ساعة من بيان آخر أو طلب آخر من خالد المشري لرئيس ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة بمراجعة قرار الرئاسي بشأن تعيينات السفراء. طبعا هم غير راضيين على التصرفات الأخيرة، عندما هم هكذا الإخوان، عندما يختلفوا يعني بإمكانهم أن يقوموا بأي شيء. هم هناك نزاع كبير بينهم يعني وتفرقة في صفوفهم، والحمد لله هذه أتت فيما بينهم، نحن كما نقول بالليبي ربي يجيبها بينهم إن شاء الله. فالبيان أنا قلت لك من الأول يوجد فيه العديد من التناقضات حتى وليس حتى عتاب. هم لم يقتنعوا أبدا الآن يعني وبالذات في المرحلة الأخيرة بالسراج، لأن لم يكون في حجم ما يتوقعوه هم يعني من تغشيات، وهذا يدل على خسرانهم. في نفس الوقت يستنجدوا بالخارج حتى يقوم السراج بمطالبة الأمم المتحدة أو المؤتمرات الخارجية بإيقاف الحرب وتجميد الوضع على ما هو عليه. مثلا هم اللي يبوه في اجتماع برلين القادم أنها تقف الحرب وأن الجميع يجلس على طاولة الحوار ونعود يعني من حيث طيب. بدأنا يعني من الصفر، وهذا طيب. لا يمكن بصراحة. طيب. لا توجد ثقة في هؤلاء الأشخاص يعني. جيد، نسمع وجهة نظر السيد رضوان الفتوري في هذه النقطة تحديدا. سيد رضوان تفضل. نعم السر. يعني لاحظ طه المفارقة التي تحدث لأول مرة، أن تركيا الآن تنادي بوقف الحرب وتنادي بالمفاوضات. ماذا يعني ذلك؟ رغم أن دخلت بحرب مباشرة بثقلها وثقيلها في جميع المحاور، وهناك ضباط أتراك قتلوا ونقل جثامينهم من معتيقة إلى إسطنبول. واضح أن هناك سيطرة كاملة جوية وبرية للجيش، ومن هنا أدركوا الخطر بإبادتهم، ومن ثم لا يوجد الآن، لم نسمع طيلة 3-4 أيام عن طائرات مسيرة تركية. لماذا؟ لأن الجيش دمر جل غرف عملياتهم. واضح أن هناك تخبط أيضا على الصعيد السياسي. يعني هذه التعيينات التي أشرت لها سطها يعني لا تمت إلى الدبلوماسية بصلة. يعني ماذا يعني مديرة مدرسة، خريجة معهد معلمات تحط سفيرة؟ ماذا يعني تحط أناس بالزواج الجنسية سفراء؟ يعني واضح أن هناك تخبط واضح قد يفهم. وأيضا هذا القرار يعني يبدو أنه لم يعجب المجلس الأعلى للدولة ولم يعجب الإخوان تحديدا، لأنه المطالبة في البيان صدرت عن خالد المشري لم تصدر عن المجلس الأعلى مجتمعا. وهنا ندخل في لعبة المناكفات السياسية سيد رضوان، وهذا البيان الذي صدر أمس بشأن التطورات العسكرية ودعوة الأعلى للدولة
للمجلس الرئاسي بأنه يكون عنده موقف أقوى، خير دليل على أنه يبدو أن الأمور ليست على ما يرام بين الرئاسي والدولة. يعني أولا من المعروف ومن نافلة القول أن ما يسمى المجلس الأعلى هو جسم هجين، جسم لقيط، ليس له أي شرعية سواء دولية أو محلية. لكن دعنا نتفق أن الماسونيين المسلمين لصوص الدين يغيرون مواقفهم كما يغيرون ثيابهم، والنقطة الأهم هم ينظمون تقسيم الأدوار. يعني هناك جزء منهم مؤيد وهناك جزء منهم معارض كما تعودنا عليهم دائما. لماذا؟ عندما ترجح أي كفة على أخرى يكون لهم نصيب. لكن هيهات وهيهات، فضح أمرهم تماما. أعتقد أن نحن بصدد ليبيا دخول مرحلة حديثة بتاريخها الحديث، وهي رجوع الدولة الليبية المفقودة طيلة سنوات وسنوات. يعني لاحظ أن تقرير الأمم المتحدة وإحاطة سلامة لم يذكر قط مجلس الوفاق أو فايز السراج، بينما كانت التقارير السابقة يعني تذكره بالاسم. واضح أن هناك يعني تورط دولي في هذا الاعتراف، قد يكون له زخم في الأول لكن أعطي له فرصة أكثر من 4 سنوات. ماذا أنتج تورط ليبيا أكثر وأكثر، سرقة المليارات أكثر وأكثر، توفل هذه الميليشيات وشرعنتها. يعني هذوم مرتزقة مرزق، هذوم بشرعنة مجلس الوفاق يا طه. يعني بعدنا تم القصف في مرزق قاعد يقولوا الجيش يقصف أبرياء وكذا، لما صرح الأفريكم قال لا نحن يعني بتنسيق مع الأفريكم كذا وإرهاب كذا. يعني وهذا سبب رئيسي لانسحاب مرتزقة شاديين من محاور طرابلس الآن. لماذا؟ لأن هم ينظرون أن يعني حكومة السراج خذلتهم. يعني واضح كذبهم. طيب. وبالحديث عن الوجود الأجنبي سيد رضوان، يبدو أن الدكتورة صالحة لديها ما تقول في هذا الباب. دكتورة تفضلي. ألو دكتورة صالحة، نتحدث الآن عن نقطة الوجود الأجنبي، هي نقطة في غاية الأهمية أثارها كذلك السيد رضوان الفيتوري. طبعا نعم، هو 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 من البداية لو نراجع في عام 2016 كيف دخل السراج ومن معه على متن فرقاطة إيطالية، فكان التنسيق الأمني مع الطليان منذ البداية. بعدين تواجدت يعني باتفاق باسم الشرعية الدولية وداروا قاعدة إيطالية في مصراتة، وثم جلب الأتراك بين الكليات الجوية وقاعدة معيسيقة، وثم تعاونوا مع المرتزقة الاتشادية المعارضة الاتشادية ضد ابن شقيق الرئيس إدريس دبي المتواجد في قطر، ولديه تعاون مباشر مع الميليشيات، وبالتحديد في مدينة مصراتة تم تدريب هذه المرتزقة. وبعد ذلك لما فشلت الميليشيات المؤتلجة وميليشيات الاعتمادات، اضطروا أنهم يستعملوا ميليشيات المرتزقة الاتشادية واللي جايبينهم من كل يعني من كل مكان للأسف. فالسيد السراج الآن يقتل الليبيين بمرتزقة اتشادية وبعصابات إجرامية من عصابات تهريب البشر والوقود وعصابات متطرفة. فهناك العديد يعني من التشكيلات، يعني الوضع معقد جدا في طرابلس. وخير دليل تقارير الأمم المتحدة ولجنة الخبراء في مجلس الأمن بهذا الخصوص، والتي تحدثت فيه كذلك عن المطلوبين دوليا المتواجدين بين صفوف الميليشيات الوفاق الإرهابية. لكن للأسف المجتمع الدولي ينظر للملف الليبي بعدة طرق. يعني أشكرك جزيل الشكر دكتورة صالحة شتاوي دبلوماسية ليبية، حدثتنا عبر الهاتف من العاصمة الفرنسية باريس. في دقيقتين للسيد رضوان الفيتوري قبل أن نختم هذا الجزء الأول. بالحديث أيضا عن الوجود الأجنبي سيد رضوان، لا يوجد هنالك
لا نريد أن نقول استثمار، ولكن إظهار لهذه الحقائق ومحاولة الضغط على المجتمع الدولي بهذه الورقة المهمة جدا. إذا كانت الروايات متواترة وإذا كانت الحقيقة جلية كالشمس في رابعة النهار كما يقال، لماذا لا يحسن استغلالها بالصورة الأمثل؟ يفترض، لكن دعنا نلقي الضوء على نقطة في غاية الأهمية. الذي يتشدق ويقول أن الجيش يستعين بمرتزقة أجل، دعنا نوضح هذه النقطة تماما. رأينا عشرات التسجيلات، الفيديوهات لمرتزقة أجانب، تشاديين، تونسيين، مصريين، ويعني وليس هذا عشماوي عنا ببعيد. تعرف حضرتك، لو عندهم أسير واحد أجنبي تابع للجيش الوطني الليبي لكانت قناة الجزيرة أول قناة أظهرتها على الشاشات مباشرة. واضح أنهم الآن رقصة الديك المذبوح، وواضح رغم وجود القوات الإيطالية في مطار في مصراتة لغاية الآن، واضح التغزل إيطاليا بالقيادة. ورأينا أطفال المرضى من بنغازي وكيف تم أخذهم إلى إيطاليا للعلاج. واضح أن أيضا إيطاليا أدركت أنها متورطة بوضع يدها مع هذه الميليشيات التركية. وهنا مصراتة يا طه، مصراتة باختصار سيد رضوان، ميليشيات مصراتة التركية يريدون أن يجعلوا مصراتة في حفرة من النار. أشكرك جزيل الشكر. وهؤلاء ضيفنا العزيز سيد رضوان الفتوري، اعذرني بس لضيق الوقت، أنا مددت 3 دقائق بعد الوقت المخصص لحضرتك وأيضا للدكتورة صالحة. مشاهدينا الكرام، نغلق هذا الملف، فاصل قصير والجزء الثاني من لايف. الجزء الثاني من لايف. في الجزء الثاني من لايف مشاهدينا، نفتح ملف مصرف ليبيا المركزي في ضوء المعلومات التي تتحدث عن اجتماع مرتقب بين لجنة من مركز طرابلس مع أخرى من مركز البيضاء في العاصمة التونسية. مصدر مطلع بمصرف ليبيا المركزي قال لقناة 218 إن إدارتي المقاصة سوف يعقدان اجتماعا موسعا في 30 من سبتمبر في تونس برعاية البعثة الأممية في ليبيا لمناقشة إمكانية قبول إدارة المقاصة في طرابلس ودائع وصكوك المصارف التجارية في المنطقة الشرقية التي بلغت بحسب المصدر طبعا 28 مليار دينار مقابل 22 مليار لمصارف المنطقة الغربية. المصدر أوضح أيضا أن التأخر في قبول حوالات المصارف التجارية أو التأخر في قبول صكوك المصارف التجارية لدى إدارة المقاصة سوف يؤثر على منح أرباب الأسر وأيضا مبيعات النقد الأجنبي للمصارف المعنية بالأمر. كذلك يشير المصدر إلى أن فشل الاجتماع المزمع سوف تكون له عواقب وخيمة على مصارف المنطقة الشرقية وأيضا القطاع المصرفي ككل. نطرح هذا الموضوع للنقاش مشاهدينا الكرام، وسوف نسأل عن أهمية هذا الاجتماع وفرص عقده والعواقب التي سوف تترتب في حال لم يتم. كل هذه الأسئلة سوف نطرحها على ضيفنا العزيز السيد محسن دريج المهتم بالشأن الاقتصادي. سيد محسن، مرحبا بك، شكرا لتلبية الدعوة، استمعت إلى كل هذه التفاصيل التي قرأتها الآن، ما أهمية هذا اللقاء عقد سيد محسن؟ أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحياتنا للمشاهدين الأعزاء عبر قنواتكم مواقع. أولا الموضوع مصرف ليبيا المركزي وتوحيده كمؤسسة حيوية وموضوع غاية في الأهمية، لأن الانقسام سبب في مشاكل كثيرة جدا وسبب في عملية تضخم، ضعف الدينار الليبي، تراكم الديون، تراكم الدين العام،
والعمل على عملية توحيد المصرف الليبي المركزي يبدأ من فتح المقاصة ومراجعة الإجراءات التي سبقت إلى آخره. لو نحن نعلم أن الأمم المتحدة حاولت التعاقد مع شركات دولية، ولا أظن أنها لا تزال تحاول التعاقد مع شركات دولية لإعداد مراجعة تامة استعدادا لتوحيد مؤسسة مصرف الليبي المركزي، وهذه ستكون خطوة مهمة جدا لإنعاش الاقتصاد الليبي وإصلاحه. أما بخصوص اجتماعات المقاصة فالغرض منها هو الوصول إلى توافق بين مصرف ليبيا المركزي ومصرف ليبيا المركزي الموجود في البيضاء، بحيث تفتح المقاصة للمصارف في المنطقة الشرقية. المشكلة الكبيرة اللي تواجه العملية هذه هي وجود ديون ضمنها مصرف ليبيا المركزي البيضاء على المصارف التجارية، مولتها المصارف التجارية في المنطقة الشرقية. هذه الديون ربما الآن وصلت تجاوز 30 مليار، وهذه ستكون المعضلة الكبيرة في أي مناقشات، ولكن نأمل أن يتم تجاوزها حتى لا تصاب منظومة المصارف كيف ممكن في المنطقة كيف ممكن الشرقية تجاوزها سيد محسن؟ كيف ممكن تجاوزها؟ وهل برأيك إدارة مركز طرابلس سوف تتعامل بإيجابية وانفتاح مع هذا الرقم الكبير؟ هو الرقم الحقيقة كبير، والرقم أيضا يمثل معضلة، لأن سيستمر في النمو إذا لم نحل المشاكل الاقتصادية الموجودة. فالمشكلة معقدة، ليست بسيطة، ولكن يمكن تجاوزها، يمكن حلها كخطوة أساسية نحو توحيد مصرف ليبيا المركزي. الأهم أن هذه الخطوة ستكون مجدية إذا تم توحيد مصرف ليبيا المركزي بعدها، أما إذا لم يتم مصرف ليبيا المركزي فستتواصل المشاكل وترتفع الديون وستزداد المشاكل تعقيدا في تقديري. يعني التعامل بإيجابية نعم مطلوب، ولكن أيضا التعامل بإيجابية على شرط لا تستمر عملية الإنفاق المزدوج، وجود ميزانيتين، وجود ميزانية للحكومة المؤقتة، ميزانية للحكومة حكومة الوفاق، إنفاق الحكومة المؤقتة، إنفاق حكومة الوفاق، زيادة مرتبات، زيادة عدد الموظفين، هذه كلها لا بد أن تتوقف وتكون هناك سياسة موحدة للاقتصاد الليبي ككل. هذا هو الأمر المهم في عملية توحيد المقاصة. إذا تم فتح المقاصة ولم يتم معالجة هذه الأمور ستستمر الأزمة، لأن الديون ستستمر في التزايد. وهل برأيك أن الظرف الحالي يسمح بتنفيذ كل هذه الشروط اللي عددتها أنت الآن؟ هناك صعوبة في تنفيذها من ناحية من هي الجهة التي تسمي التي توحد مصرف ليبيا المركزي في ظل الخلاف السياسي القائم، ولكن أعتقد أن عملية المقاصة هي حاجة ماسة للمصارف في المنطقة الشرقية، لأن المصارف في المنطقة الشرقية الديون لديها نمت بشكل كبير جدا ولن تستطيع الاستمرار بهذا الشكل. هو أيضا المصدر الخاص ل218 قال أنه إذا لم يتم هذا الاجتماع سيد محسن فإن الأمور سوف يكون لها عواقب وخيمة، وأنه مسألة بيع العملة الأجنبية ومسألة منح أرباب الأسر سوف تتأثر. نريد أن نفهم بشكل يعني أكثر تفصيلي، لأنه حضرتك أعلم مني ومن كثيرين بهذه المسائل الفنية. هو الموضوع أن مصرف ليبيا المركزي يأخذ من المصارف التجارية ودائع مقابلها يقوم بمنح عملة وأرصدة بالعملة الأجنبية لتوفير مستحقات أرباب الأسر وأيضا لفتح الاعتمادات. بالنسبة للمصارف في المنطقة الشرقية بعد إيقاف عملية المقاصة، المبالغ الموجودة كودائع لدى مصرف ليبيا المركزي طرابلس، وهي الجهة التي لديها العملة الصعبة، يعني كاد شرفت على الانتهاء، ولهذا هي في حاجة لأن تنقل من أرصدتها في المنطقة الشرقية إلى مصرف ليبيا المركزي لكي تستمر في فتح الاعتمادات وفي إتمام إجراءات مخصصات أرباب الأسر. المشكلة التي كما يراها مصرف ليبيا المركزي طرابلس أن هذه الودائع هي عبارة عن ديون كونها مصرف ليبيا المركزي البيضاء، والآن ستنقل لمصرف ليبيا المركزي طرابلس ليتحمل مسؤوليتها من خلال عطائي ودائع هي في الأصل دين وليست مال من أموال المودعين، وهذه هي المشكلة، هذه هي نقطة المشكلة. يعني لا نتوقع سيد محسن دريجة أنه المركزي طرابلس سوف يوافق بسهولة على سداد هذا الدين.
ليس بسهولة، يعني لابد أن يكون هناك بعض الضمانات أن الدين لم يستمر في النمو، لأن من ناحية عملية إذا الدين استمر في النمو هذا يعني أن الأرصدة الليبية من العملة الصعبة ستتلاشى تدريجيا، لأن لا يوجد حدود على عملية إصدار الدين. عملية إصدار الدين لابد أن يكون مقننا ويكون لأسباب واضحة. في الماضي مصرف ليبيا المركزي البيضاء كان مضطر، أو كما يقول كان مضطر لإصدار الدين لأن عليه التزامات، وكان هناك أزمة سيولة، فكان مضطر لطبع النقود بحل مشكلة السيولة، كان مضطر لإنفاق الأموال لأن كان هناك في نقص في الميزانية التي تصل المناطق الشرقية، وهذه الأسباب لابد أن نزيلها مقابل أن يتم توحيد المؤسسة المصرفية. طيب، هو هذا الاجتماع إن تم سيد محسن، يعني هل يعكس أنه في تعاون في الخفاء بين اللجنتين في طرابلس والبيضاء أم لا؟ أنا أعتقد أن الإدارتين يعني الإدارتين ترغب في التعاون وترغب في حل المشكلة المصارف في المنطقة الشرقية. أنا أعتقد أن هذه الرغبة موجودة، لكن الرغبة لابد أن تكون نحو توحيد المؤسسة المصرفية، وأن هذه عملية فتح المقاصة هي خطوة نحو ذلك، توحيد عملية المقاصة، توحيد هو في معضلة أخرى الأرصدة. اعذرني بس على ومن ثم يمكن توحيد المؤسسه المصرفيه. ايه، اعذرني على المقاطعه بس سيد محسن، بس حتى نفهم ونفهم المشاهدين، هو في مشكله اخرى، لانه جزء من الدين هو يذهب للحكومه المؤقته، الحكومه عندها مصروفات فتلجا للمصارف التجاريه، اذا ما تم توحيد المصرفين فانه سيكون هنالك مشكله شرعيه للحكومه المؤقته، كيف سيتم الانفاق على الحكومه المؤقته؟ طبعا لابد ان يكون هناك توحيد للسياسه الماليه للدوله، ليس السياسه النقديه فقط، ولكن السياسه الماليه اللي هي تدار من وزاره الماليه. ربما تكون هناك ادارات في المنطقه الشرقيه، ولكن تمويلها لابد ان ياتي من وزاره ماليه موحده، والا سنستمر في نفس الاشكاليه. بالضبط. يعني ما اقصد ان لو استمر هناك حكومتين كل واحده تنفق من جهه لن يجدي توحيد فتح عمليه المقاصه، لان ستسهل عمليه الانفاق فقط. هل وانا اتحدث معك عشان نظره اقتصاديه بحته. ايه، لا كلام ممتاز وكلام في غايه الاهميه، احنا يعني نبغى نسمع كلام مثل هذا، يعني لانه عندنا مشاكل اقتصاديه ومشاكل ماليه كبيره وعميقه جدا، بس لانه الوضع السياسي فيه ربكه فهو مغطي سيد محسن على المشاكل هذه العميقه اللي نعتقد انه في لحظه من اللحظات سوف تنفجر، يعني للاسف يعني. نعم، هي مشكله يتم تاجيلها وبوادرها واضحه في مشاكل منظومه المقاصه، في سعر الدولار الذي وصل 4 دينار 3 دينار، يعني غير مبرر، ولكن هذا يعكس ان هناك اقبال على بيع الدولار للتخلص من الارصده من العمله التي كونت بسبب الديون وطبعا العمله سواء في الغرب او في الشرق، وهذه الاشياء كلها لابد ان تنتهي بحيث يكون هناك سياسه ماليه موحده، سياسه نقديه موحده، وينتعش الدينار الليبي ويزداد قوه، يتم اصلاح الاخطاء التي حدثت في الماضي بغض النظر عن من هو مسؤول عن هذه. طيب. الأخطاء، لأن الموارد موجودة ومبيعات النفط في تحسن وكميات النفط التي تصدر في تحسن، الموارد موجودة لحل المشكلة وتحسين حياة المواطن، وأعتقد أن هذا يجب أن يكون الأولوية للجميع. طيب، وسؤال أخير بس نسأل بنظرة تفاؤلية، يعني تفاؤلوا بالخير تجدوه، يعني هل هذا الاجتماع حال تم من سيد محسن قد يكون مقدمة لاجتماع على مستوى أعلى بين المصرفين في طرابلس والبيضاء؟ هو تمت اجتماعات في الماضي، ولكن اعتقد ان عمليه ما كانتش فعاله، لا ما كانتش فعاله، يعني كانت قطع ملام وعباره عن صوره بس بين الصديق. صحيح، هو لابد ان يكون هناك، انا اعتقد الان الامور وصلت ان لابد من وضع حل لمشاكل المصارف في المنطقه الشرقيه، ولنضع حل عموما، هو القطاع المصري ككل يعاني من مشاكل ليس في المنطقه الشرقيه، ولكن المشكله اعمق واخطر في المنطقه الشرقيه بسبب الديون. الآن وصلنا إلى نقطة لابد من العمل على تجاوز هذه المشاكل حتى يعني نتمكن من حماية المنظومة المصرفية ونعيد الثقة في المصارف ونعيد نحل مشكلة السيولة ونخفض سعر العملة الصعبة، سعر الدولار في المصارف، وهذا يأتي بأن يكون هناك نضج من قبل كل المسؤولين وتجاوزها للمصلحة العامة لخير الدولة ككل. أنا أعتقد أن اللقاء سيتم، وأنا أعتقد أن عملية مراجعة مصرف ليبيا المركزي أو التعاملات التي تمت في طرابلس وفي البيضة خلال السنوات الماضية سيتم مراجعتها وفقا لما نص عليه. طيب،
قرار من مجلس الامن بس اعذرني اعذرني لانه حضرتك تطرح في نقاط مهمه وتخلق تفاعل. معلش انا حنمدد دقيقتين في الحلقه، يعذرني المخرج الكريم، اعذروني شباب، بس لانه نقطه المساله في غايه الاهميه. هي ما الضامن سيد محسن درجة في هذا الظرف الذي نعيشه الان انه المركزي في البيضة سوف يستجيب لضغوطات مركزي طرابلس بألا يضخم مسألة الدين؟ انا اعتقد ان لو ان يعني حلت مشكلة السيولة وحلت مشكلة الإدارة المالية للدولة، سيكون من الصعب على مصرف ليبيا المركزي البيضاء الامتناع عن الاستجابة، لأن في الماضي كان هناك حجة تقول أن هناك انقسام سياسي يعني في عام 2014-2015، وكان هناك شح في السيولة في المنطقة الشرقية، وهذه حقيقة، وكان هناك صعوبة جدا في الحصول على أشياء مثل الغاز ومثل السلع الأساسية، وهذه حقيقة. ومصرف ليبيا المركزي البيضاء كان مضطر بعد أن تم قفل المنظومة عليه أن يتصرف ويحاول يحاول أن يحل مشاكل، ولكن الآن بعد أن يعني وصلنا إلى مرحلة أن المنظومة المصرفية كلها أصبحت في خطر، لن يكون من الحكم في نقطة أخرى أيضا في دقيقة سيد محسن، في نقطة أخرى هي مسألة مراجعة هذا الدين، وكيف تم إنفاق هذا المبلغ وأين تم إنفاق. نتحدث عن أوجه الإنفاق، نريد لجنة مستقلة ليبية أو غير ليبية لمراجعة هذه الأموال. 28 مليار رقم كبير سيد محسن. نعم هو رقم كبير، ونعتقد أن الفكرة كانت بأن حتى لا يتهم الليبيين بأن أحدهم منحاز إلى الطرف على حساب الآخر، ستكون هناك مؤسسة شركة دولية برعاية الأمم المتحدة هي من تقوم بعملية المراجعة. طيب. وهي المرة الأولى أعتقد أن يتم مراجعة مصرف مركزي بقرار من مجلس الأمن. للأسف الشديد. شكرا جزيلا لك سيد محسن دراجة المهتم بشأن الاقتصادي، كنت ضيفا عزيزا في هذا الجزء الثاني من لايف. وصلنا الختام مشاهدينا الكرام، شكرا لكم، شكرا لكل الزملاء في الإعداد والإنتاج والإخراج، واعذرونا لطالة، إلى اللقاء.